كل تمهيدا لهذا اليوم لاحظتم أنه هناك مجموعة من الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية المتقدمة التي ستستعمل خلال هذا اليوم غاية بطبيعة الحال لتحقيق رؤية جديدة للمديرية العامة للأمن الوطني لدى المواطن وتحسيسه بالأمن الذي نريد أن نرفع منسوبه إلى درجة أعلى. نريد أن نعطي انطباع للمواطن بأن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على موارد بشرية ولوجستيكية متطورة غاية في رفع إحساسه بالأمن الذي بطبيعة الحال يخيم في لحظات معينة مع انتشار بعض الظواهر الإجرامية. إذن اليوم أقول للمواطنين هذه صورة من الصور التي تتميز بها المديرية العامة للأمن الوطني ومن خلالها نريد أن نتقرب أكثر للمواطنين من خلال يعني التجول بالقرب منهم خلال هذا اليوم الذي يعرف يعني لحظات سعادة بالنسبة للمواطنين. إذن سنواكب هذه السعادة وسنؤمنهم من كل المخاطر المحدقة بالمدينة وبالبلاد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.